مشاهدينا على تلفزيون مصر 24، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومشاهدين الكان قاعدين تشاهدونا عبر اليوتيوب والفيسبوك، البرامج النظر المتامة دائما قاعدين نتجولوا في أي مكان عشان نشوفوا الظروف الحياة البسيطة عن المواطنين كيف. واليوم كان قابلنا دكتور أبكر سليمان، كان يعني برينا فيما يخص مشاركة انتم في الديالوج ناسيونال، شنو الخلاصة من الديالوج ناسيونال اللي كان يعني مرقت بنتيجة سمحة لكم معنا إن شاء الله. بكر سليمان السلام عليك، أول مرة جينا لك إن شاء الله للمرة الثانية. السلام عليكم والتلفزيون النصر، شكرا لكم. اليوم جوتني جوت من بيت إن شاء الله في فرشة في خلاص تمام. شنو شعورك يعني بعد 45 يوم كان قعدتوا بكان واحد وجلستوا وجيت في كل المشاكل القاعدة تقتل بلدنا الشاد ولقوت لها حل، يعني شنو الزبد اللي كان مرقته فوقها وفرحتكم شنو يعني؟ شكرا. انا شعوري انا فرح، انا سرور. بعد 45 يوم مرقنا ب اللي بيسموه انتينو بالعربي افيك دي ديسيزيون، القرار ريكومنداسيون حر شديدة. أنا نقول ما إتي ما جا ما بول يا نجا ولا غاني الشعب نادو مال غاني دا الشعب التشادي. أيوة. تشاديين كلهم خلو الكوموندي النيان نيان الكلام الدوغا كلام التستسا استفقوا في كلامنا بنا انا تشات مثل ما شفتو. الرئيس قال اسوم وناس قالوا خلاص قال نصمو بس سيني لنا الدكري قال كان مين مرقنا هنا التدور كلنا نتبقى بعد سيمينا تستاز ناس قال يجو قال اليوم قريب ل 200 مليار دي فرنسا فا خلاص جاهزين عشان يبنوا شوارع هنا جنبنا ويبنوا شوارع الكبار اللي يقولوا له اللي بيلمنا ما اريير بي على الانتيير وقال لنا مثل ما سميتو كادر ل 2023 خلاص كلام انا نار اليوم مثل يا لد اليوم نار جدك خلاص يكمل كلام انا علمي خلاص يكمل. انا من الناس السوس كنا بيل بيقولوا له الكاي الدستور واللي طول كاي دو شارج. ايوه. ودول من الكلام اللي انينا كلمناهم وظهروا لنا في ديسكور انا رئيس. أيوة. ومثل ما قلتوا الا يقول الله والله كان وفقنا نادم كان بيتكلم مثل ده نادم ده ايمان كبير. ايوه. هسه فضل شنو؟ شغل الفضل ده كأنينا التشادين كله نقوم ونقاوم. أيوة. وهو كله قال أنا جندارم الكبير ويتو جنرال ديمين دول الدقاق عاونين سونا خلال سنتين قدام يعني من تاقا جدودو انت تقول شنو يعني فكرة شفت بعد ما خدمنا قعد في سويت الكايد شارج وخدمنا قول وقت داك انا حسيت كي قدر شغل السوينا ده شغل تقيل. شغل تقيل قريب 200 300 ريكومنداسيون وكل ندورهم يقو امباكر ده كيبان نسيت بالفرنسوي ما وريتا ميك ده بدور قروش وبدور قروش كتير يعني ريكومنداسيون هاتس سوينا ده كان قال نسوهم بقروش ده شغل سيدي 100 مليار ما شغل 100 ميتين ما في وشغل ده تقيل قريب تلتم بتينا تقيل ناس كان ناجي يكون يقولوا انت عشان ميليتانا ام بي نو 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 سنتين ده بنشاف كتير وشوية ايوه كتير وشوية لنا علينا
لي عشان نسوتون قال لي انا دون ودو خمس سنوات يا خليني ينتينا وقت ني بريباري على ميسيك شغل اني نبدا نسوت دو سكور نسوت الكتيو ونسوت 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 دا وقت دا سنه سنتين سنتين دوز مو هذا شويه ولكن كم بقول شغل الشعب دوره دا قال الله كله بدوره كلنا استفدنا مرقنا بدا والله غالب وشنو يعني تقول للشعب التشاد ذات يعني اشياء فكرهم دي ينظفوا عشان يشجعوا الولد ما مثل هسه قلت لك ده ما نقول اسمه يا تشادين عندنا حس واحد الحس شنو يعني عندنا حس واحد شادة دخل فوروم دخل فوروم تشكر اخر حس كما كربنا والمجري كي في ترى مثل يمدا كل قلت له كدا هو بس خسران ايوا انا ناصرك شغل وايت من انتو جيدين هسه رئيس قال لك تدوروا كل نسي وما ناد وايت ام باكر دا انا هسه شغل الخايف فوق دا ام باكر المينسترات ما غوفرنما دينيو قال سؤال مينسترات غوفرنما دينيو عندما مقلب من جميع الناس اللي شفت قال ناس انا بارتي ناس انا اسوسياسيون جيريا تو دينيا كل غاي فلوب وايت و انت كو ايتي ديريكتور ايتي مينيستر ايتي اندك سوسيتي ايتي اسك الجاديان هو كي خير انا ما توجور نقول سنه با تشاد يا ريفوندي مي لي تشاديان مخدا سا مانتاليتي دا دي يبونو من جديد انا نهنيكي يفورماتو من جديد شكرا انكون الله يسيك فورماتين تي جاديان جداد مرغو جاديان بيدورو دارين جاب انا كيبل قلت لهم بالفرنسا يوم الدكتوره انا جيني سويت نادم ده وسيت افريكان جايني ده سوا ثلاثه اربع يوم في ديسكور انا قال شنو قال تشات فاس لو تشات دابور جاديان ثلاثه مره جاديان ريدو تشاتا جاديان فاندر فاندر دما مثل امشي تاو غوم تشا كو سوما دما سو بيبليسيتي نو كامراتو برا ويندا حجو بيتشات تشات انا جي سوي ان اجان دي ديفلوبمون رورال ويل دوني كول في اجان دي ديفلوبمون رورال انا كي فيليت انا مسكين انا نادم كدا دي جمت في البقر والغنم جيبل قلت في فرنساي كم ميو كم مليون انا بق جمال غنم انزا بياتو كم تير عرب كم اسمه شنو يا تو اسمه شنو اكتر كم يعني ديفرسيتي انا انا فون انا انا ماج ده كل كي كان لميت ده حساب كل مايت ايوا حساب كل مايت كيف جادين انينا بتن نبكو جلجو ده اسكندال ناس بيقولوا ان ده اسكندال يا تو جيولوجيك اتكتا بميسيل ده كله وبتن اي سنه قال انتو حاسه اليوم استاتستيك ودين باجو قال قريب 5-6 مليون دي تشاديين قال هم خلاص جايين في جو وخلي العلم الجا هسه جا لما فوق ده دونك تشاديين كل خلينا قوم نخلوا التستاس الكلام ده نبنوا تشاد ايوه وهل كان الغوفرنمان جينيو ناسيونال البجيرا هل افكارهم سوى كيان عندهم راي عشان البلد تقدر تطور ولا كيف ما مثل قلت لك هسه انا نقول هيريت جاديه مثل ديريكتور دي تيزا ني بريزون دي جوري اني غالطا الا اجنبي كل جا يوم يومين براق بس غالطا انينا جاديين دا تو سي ك tous les présidents en Tchad al tawlo galo fumulu da galo chacun a sa main de tombal bay na ma amiz le debi galo tchadie ma bidou ma birudu dari les tchadie n'aiment pas leur pays wala sakit na dum bas 5 sana 8 sa 20 sana malakali da ma ba arfa tashadi les tchadie ma yidou ما يرودوا داري انا نشيف جاديان دول كان مرغو خطر كتير تا سما يقولوا والله باري دا سمع امريكا شاري انا ما لا ما يبون في بلد ما لا هم ولا باش مين ما بقول سمع مي ما بيجي فكره بنا بيجي بقول لي باجي قال شاري دا سو وسيك ما اتس كي واي كو سالا روح كي قال انا شاري دا
كيف بنو نمشي نشيل إلي منودا أنا كل نجني سيف لو بتشاد ولا سوق يتوير البال يتوير البال تل مشكلة أنا جالي دونك مثل قلت هذا يا ريت كم قلنا ريفونداسيون نتشاد يا ريت مرقنا من كونفرنس مرقنا بتشاديين جداد بفكر جديد وان تانك انتو رجال السياسيين شنو افكاركم لعشان انتو قلو تشجوا لانباكر في الانتخابات شنو الاستراتيجي تقوم فوق ان تانك شنو انا ان تانك ميليتان ولا ان تانك تشادي ان تانك تشادي وميليتان الامبس كان امبس زما تعرفوه كلكم في جد امبس جاي موجودة في اي مكان سي يعني من بنانا نيارو ما جند دا ما اول كل في ناس قال لهم من بناتي دا قاعد ما امبس اليوم بارتي كي في تشات خاوي مين سي امبس في لو تشات دا ما اني انا كان قالوا لي انا امباك نقوم كل اني انا خلاص مستعدين و امبس انت كوادر و انت ناس دونك بطن الوار نكرر نقول لي تشاديان الله يدي السلام في قلوبهم كي خلاص دا كمل يشوف شيء جديد شوف جديد دا كل خلاص كمل نبنو دار نبنو دار شوف كان هسه استفقنا مال انا اوريت لي جيبل بوتنسيت كما مالين دو خمس سنه كان مرق جيت ما تعرف عليه يا مينا ما تعرف جا وشنو رسالتك عشان توجه للشعب التشادي بما في النهايه انا البرنامج سيد دكتور ابو بكر سوف شفا جاء في جات من اسمه شنو فرولينا تجيلي دوا سنا مانغالمي تجيلي دارل ايتي غيرل سميت في تشات البي سواري ولا سورات دول اللي بيكو في لب جا لي اليوم انا بكر زين فكري انا دا ما شمول لي تلات كلمات في تشات ده فرنسا عربي نقول له ما نعرف اكيتي جستيس سيكوريتي تلاتة دول دول بس كان قدير متريزي جادي ما يدورش بس كي دانس تاتا كل كي في لوبا افريكا ما في تكريتي ما في ديفلوبمون ما في شيفا ديسكور الحس انا كان تنير لي كي تيدا شيفا تو سنه تشا جامي وي مين تو مال باي بكلا مار بكال كي انتكم كان افي ما في انتكم ما بيسو زيري انتكم ما بيسو ليكول انتكم ما بيسو انتكم ما شيفا مين تو مال باي لي اليوم الكلام ده ماشي والكلام ده ماشي بس دونك ثلاثة دول اكيتي شغل كان في ديني قصو موسى جستيس اتي سويت خلاد يا حكومو انا دي سولي انتو لتا انا دي جوبتا اتي سيكوريتي اتي تامور بتا انا زمان جوم فيترينير 67 وي فايا الناس يا جو بيتل يا جو بيتل كل نادم تمرق دا تشيل الشوفير وتيرا ما غاردي انا جوا توتوريو بنادم غارد نوماد ولا غارد ناشونال واي باز وخلاص وشوفير انت في وتيرا سخر كي جاي قدام ويندو بوتير واي كبير اند فوق فاكسين انا داو انا يا تو ونروح تشاد دا كل نمرق بكان واي شهر شهرين ثلاثه بكل اللي جينا شدر السمه ولا هيل السمه بس ندلو ولا خايف من شيء ده وكيل وتعافي اليوم في وتيرك ماشي من جمعنا هنا تجي لفرشة كله اتقايف نورمال صح قلبك فيه لانا
كلبك فينا كان قبل جيت مرتك يا لك بابا جيت 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 انت عارف بس كنت نسيبا كيس كيسو شباس دونك سكة تاديم بدورو ده ثلاثة دول بس أشهد ثلاثة أشهد ثلاثة وبريزيدان نختم بريزيدان قال أنا مسلم الله الله ده أورا وبيكو إتو تسا ودوني بورك شغل ده يمشي يمشي دونك قرص في ديكري في فضل القاس تو رجال كمان وين هما دونك نرجو غوفرنما لامباكر يمر غوفرنما نعرفك بريزيدان سي غوفرنما انا كوادر كوادر غوفرنما انا ناس راس مليانين غوفرنما انا ناس بخافوا الله بغوفرنما انا ناس ما باكلوا كرشوا كان امريكا فرنسا كله ترى شيفنا بكرو بدول بخلو دول قال ده اكل كروسكي جاي كان قلنا يا جماعه في ده في الدنيا يا جماعه في الا كان بكان الله ما نعرف في الدنيا يا جماعه لكن النظام شغل كله بفن وادب وتكنيك نفرقهم من الانين قالوا سودا ده ولا خدمه البريزيدان قال لنا يا جماعه دخلوا تعالوا نبلو دارنا تمام سيد الدكتور أبو بكر سليمان كلمة الشكر تقدمها للدهن اللجنة كان يعني نظمة ديالوجنا سنة تقول لهم شنو يعني اللجنة الكوميسيون تقول لهم شنو يعني من كودني أيوة الشيخ وناسو من يا تو غرفتاني يا تو غالي ال اسمها شنو ال بريزيدان جيجالو و ليمان والآخر 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 نقول لهم شكرا للبيبل تشاديان اليوم كم وقت بيشيبنا في تيلي ولي إدو الجورناليست الخدمتونا 54 يوم إذا عارفة كيف أنا كنت مالي قلت ميت شغل على إيتي تدور، ما إيتي سوي تو شغل على خدمتكم، donc j'ai dit au peuple tchadien، le peuple tchadien كل شكرا، au peuple tchadien ميت البريزان محمد إدريس دبي إدنودا، قال كلنا تعالوا لوم ماي داردا نبنو سودا، كلنا قالين لوم نبنو تشاد الجديدة، ما راجل تشاد الجديد. شكرا. فعلا المشاهدين على تلفزيون النصر 24 كان قاعدين يشاهدونا في الشاشه وكان قاعدين يشاهدونا عبر اليوتيوب والفيسبوك نقول لكم شكرا وكان قابلنا الدكتور ابو بكر سليمان نميد دبلوماسي ريرار ورجل سياسي ورانا فيما يخص مشاركه هندا في الديالوج ناسيونال ان شاء الله يكون لنا المره الاخير وهنا كمان ان شاء الله قاعدين معاك وعشان نعرفوا الاشياء اللي تودي البلد لقدام هناك في التصوير ابو محمد ومعكم كمان موسى محمد طاب ومتابع سيدنا نقول لكم الى اللقاء